كأس العالم عبر تاريخها من سنة 86 لحد سنة 2010، وهو يعلم جيداً قوة المباريات، يعلم جيداً كيفية التنظيم، وبالتالي عنده رؤية عن اللي بيحصل في قطر الآن، وهو المهندس مصطفى مراد فهمي السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمسؤول عن تنسيق المباريات في المونديالات الكثيرة السابقة. مش مهندس مصطفى، أهلا بيك، منور الدنيا ومنورنا يا فندم. أهلا بيك يا كابتن هاني، أنت اللي منورنا بتعليقاتك الجميلة وتعليلاتك رائعة الماتشات كأس العالم. أهلا وسهلا بحضرتك، وحشتنا وحشنا صوتك. طمنا الأول على صحة حضرتك. لا الحمد لله كله تمام والحمد لله الصحة بخير الحمد لله. وأضيف بس إن حضرتك نسيت كأس العالم 2014 و14 اياميها. ايوه كنت المسؤول مع السكرتير العام عن تنظيم البطوله كلها. مظبوط، من 86 ل 2014، ما شاء الله رحله رائعه مع المونديالات. وبالتالي ابدا مع حضرتك بالنقطه دي، كيف ترى بطوله كاس العالم قطر 2022 تنظيميا قبل ما نتكلم في فنيا باشمهندس مصطفى؟ في التنظيم ما نقدرش نقول حاجة، يعني ما كانش ليا الحظ ان انا اكون متواجد هناك، لكن اللي شايفينه على شاشات التلفزيون حاجة رائعة، يعني في كل شيء، التنظيم في الملاعب من اجمل ما ممكن، حتى يعني يمكن حتى الملعب بتاع البيت حاجة يعني تحفة فنية. واعتقد ان الجماهير هناك سعيدة بالتواجد في قطر، وأول بطولة تنظم في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، فأعتقد إن يعني التنظيم من أعظم البطولات إن لم يكن أعظمها، يعني إن لم يكن أعظم. أنا يعني حضرت البطولات كلها، يعني بحن للتنظيم برضو الألماني في البطولة بتاعت 2006، كان التنظيم ممتاز جدا. اللي حضروا البطولة 74 طبعا دي كان زمان قوي، قالوا ان كان ما كانش فيها غلطة البطولة في المانيا. أيوة. لكن طبعا قطر الامكانيات اللي حطتها للبطولة وان الملاعب كلها قريبة من بعض دي ميزة اعتقد مش هتتكرر تاني ابدا. ايوه. طيب بالكلام عن المانيا، تابعت طبعا اللي حصل من ألمانيا سواء على مستوى التوديع المبكر جدا للبطولة أو على مستوى كمان فكرة الانتقادات اللي حصلت واللقطة اللي عملها المنتخب الألماني في انطلاق مشواره قدام منتخب اليابان بوضع اليد على الأفواه وبيان الاتحاد الألماني، شفت المشهد ده كله إزاي يا باشمهندس مصطفى؟ يعني المشهد كان غريب جدا، إن يعني بعض الاتحادات عايزة تفرض حاجة على الاتحاد الدولي وعلى كل الدول الاخرى، والغريب كمان يعني موقف الاتحاد الدولي ان هو يعني اخد ودة معاهم، لا مش هنسمح. هو كان الحل بسيط جدا، ان في اللائحه بتاعت الاتحاد الدولي ضمن اللوائح الشرات بتاعت الكابتن، هو الاتحاد الدولي هو اللي بيتحكم فيها وهو اللي حاططها وحاطط الدور ده يونايتد، اعتقد في حاجه معينه هو حاططها، فكان بكل بساطه يقول والله احنا البطوله دي اللوائح اتحطت وهي الشاره دي هي اللي هتتحط، واللي هنبقى ندرس بقى الطلبات بتاعتكم دي في المستقبل. باشمهندس مصطفى، الصوت قطع فجأة، فقدنا الاتصال. اعتقد هنرجع مره ثانيه للمهندس مصطفى مراد فهمي خلال ثواني قليله. معانا باشمهندس مصطفى، اهلا بيك مره ثانيه. مع حضرتك، معلش القطع قطع. لا ولا يهمك، منور الدنيا. فكان المفروض ان الفيفا اصلا يتعامل مع القصه، هنبقى ندرس بقى يعني. ربنا يعني معاكم. هم عاملين حاجه من الاول، خلاص احنا عاملينها، يعني اللي عايز يلعب في البطوله لازم يحترم اللوائح بتاعتنا. مش ممكن يجي قبلها بيومين ثلاثه يقول لك لا والله ده انا عايز اعمل البتاع دي، يبقى كل واحد بقى واحد يقول لك انا عايزين نعمل ذوي الاحتياجات الخاصه زي اللي بيتعمل في انجلترا بلاك لايفز ماتر وبتاع. أيوة. يعني كل واحد بقى يطلع يخترع حاجه ومش مش هنخلص. دي اللي عملها البطوله، يعني بطوله الاتحاد الدولي وهو اللي يقرر ايه اللي هيتحط على اللي المسموح بيه واللي غير مسموح بيه. مفهوم. طيب نتكلم بقى ككوره،
هل بوصفك ليها ان هي ربما الافضل تنظيميا في تاريخ بطولات كاس العالم، هل هي فنيا ممكن نحطها في ترتيب متقدم على مستوى الافضل بالنظر لان احنا خلاص بننهي بالدور ال 16 من البطوله، ولا ترتيبها بيكون ازاي؟ لا طبعا، يعني انا الحقيقه ما فيش حاجه، ما فيش مباراه معينه شدتني او طبعا المستوى متقدم وبتاع، لكن ما فيش مباراه اعتقد ان يعني بعد شهرين ثلاثه حد هيبقى فاكر فيها حاجه يعني تتعلق بالذاكره، لان يعني اتفرجنا على 48 ماتش في المجموعات، كان يمكن اقوى ماتش واللي كان فيه تكافؤ ومباراه سريعه جدا كان يمكن صربيا وسويسرا. ايوه 3-2 فيها اثاره 3-2. اعتقد يعني استنينا 48 ماتش عشان نشوف مباراه نقدر نتفرج عليها من اول دقيقه لاخر دقيقه. طبعا الماتشات بتاعت الدول الافريقيه والدول العربيه كنا بنتابعها. أيوه. يعني يعني كنا عرب وافارقه فمهتمين بيها، لكن ما كانش فيه يعني حاجه. يعني اما نتكلم على الماتشات اللي هتفضل عالقه، مثلا ماتش الكاميرون وانجلترا صربيا برضه 1900 لا اللي في زمان بقى، كاميرون وانجلترا زمان، يعني في ماتشات يعني الماتشات بتاعت مارادونا مع بلجيكا ومارادونا مع انجلترا ومن الارجنتين في 1986 لغايه دلوقتي الناس فاكراها وتقول لك مارادونا عمل ايه ورقص كم لعيب، فدي مباريات لا تنسى. لكن اعتقد لغايه دلوقتي ما فيش حاجه نقدر نقول انها المباراه التي لا تنسى. طبعا النتائج بتاعت السعوديه انها كسبت الارجنتين دي حاجه عظيمه جدا، لكن يعني ما لا تقارن بالماتشات اللي احنا بنتكلم عنها. وهل المفاجآت بتبقى واردة دايما في دور المجموعات لكن في المرحلة التالية في الأدوار الإقصائية بتقل نسب المفاجآت؟ طبعا يعني بتبقى الأقوى بقى اللي عندها الدول اللي عندها تاريخ وسبق لها أنها وصلت للأدوار دي بتبقى فرصها أكبر، زي يعني مثلا في زي ماتش بتاع 2010 الاوروجواي مع غانا. ايوه الماتش ده لو غانا عندها خبره اوروجواي يستحيل تخسر المباراه دي. يعني بيجي لك فرصه ان لعيب بيطرد وبيجي لك بنالتي وبتضيع البنالتي وبعدين بتخسر بضربات الجزاء. ايوه لو غانا عندها خبره اوروجواي بالمباريات المهمه يستحيل كانت تخسر هذه المباراه. مفهوم. هل ممكن وصف مشاركات المنتخبات الإفريقية بالنظر لأنه المغرب والسنغال فقط هما من تأهلا إلى دور الإقصائي بأن هي يعني مرضية ولا مخيبة باشمهندس مصطفى؟ لا نقدر نقول إنها مرضية لأن أول مرة فريقين يصعدوا من دوري المجموعات، ونتمنى طبعا المغرب مش هنقول مفاجأة لأنها كسبت بلجيكا وتصدرت المجموعة بتاعتها، تحقق لنا الامل اللي ننتظره بكره ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده مدرب المغرب وليد الركراكي قال لازم نغير العقليه، لازم نبقى مش عايزين بس نتكلم على مفاجآت، ليه ما نقولش المغرب سيفوز بكأس العالم؟ ايه اللي بينقص فريق عربي او افريقي من واقع خبرات طويله جدا جمعتها حضرتك ان يتوج ببطوله كأس العالم؟ يعني بيبقى الاستعداد لازم يكون على مستوى الحدث، وزي ما بقول لك الخبره، يعني مفيش فرقه بتوصل كده فجاه انها بتوصل وتكسب كاس العالم، لازم تتدرج في العمليه دي. يعني فرنسا ما عشان توصل تكسب سنه 98 86 وصلت دور قبل النهائي، و82 وصلت دور قبل النهائي وكانت بتوصل مباراه نهائيه في المباراه الشهيره مع المانيا في 82. أيوة. قبل النهائي فبيبقى هو يعني عمليه فيها تضرر. انت بتشوف دايما الدول اللي كسبت كاس العالم والدول اللي وصلت النهائيات تقريبا هي نفس الدول، يعني ايوه ما عدا اسبانيا اللي دخلت في 2010. ايوه وكانت الدول اللي قبل كده بتصل للمباريات النهائيه هي نفس الدول تاني. ايوه مفهوم. طيب هل او يعني الناس بتتساءل مش لو كنا هناك في كاس العالم كان زماننا وكان زماننا وكنا ممكن، فبنرجع للسؤال بتاع احنا ليه ما بنروحش كاس العالم اساسا بشكل منتظم؟ ايه الاجابه؟ ايه الروشته اللي ممكن بيها نقول ان احنا اسباب عدم تاهلنا للمونديال كانت كذا
وكذا وكذا، فالمفروض نعمل كذا وكذا وكذا عشان نبقى موجودين دايما في المونديال باشمهندس مصطفى؟ والله هو الـ يعني الـ يعني عندنا دوري قوي وعندنا لعيبه على مستوى جيد، عندنا دلوقتي لعيبه على مستوى عالمي بتلعب بره، فيبقى التوليفه بين اللعيبه المحليين واللعيبه اللي بتلعب بره دي اعتقد هتساعد ان يبقى عندنا فريق يقدر يتأهل على الأقل، يتأهل باستمرار، يعني مش هقول نفوز بكأس العالم بس يتأهل باستمرار. والسنة دي كانت فرصة طيبة لأن الفريق كان على مستوى طيب، واللي أنا ما فهمتوش إن هو الاتحاد الأفريقي عمل القرعة قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية، يعني كانت اتعملت بعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية، كان التصنيف هيختلف، التصنيف هيختلف، واعتقد يعني بنسبه 99% المنتخب المصري كان هيتأهل، وقالوا عشان ما فيش وقت، كان في حوالي 45 يوم بين نهائي كاس الامم والمباريات، اول مباراه في كاس العالم، وبعدين الاهلي لما لعب مع الوداد حددوا له المباراه بتاعته قبلها ب 15 يوم، بمعنى ما كنت تحدد 45 يوم لازم تحدد قبلها بشهرين يعني. مظبوط. فاعتقد دي كانت سوء حظ. سوء حظ ولا ما كنتش فاهم لكن فهمت لاحقا باشمهندس مصطفى؟ يعني فهمت لاحقا، مش عايز اخش في التفاصيل، لكن يعني كان يعني سبب ما لغايه دلوقتي ما عرفناش ليه اتعملت في الفتره دي بدايه كاس الامم، ليه ما اتعملتش في النهائي؟ عشان يبقى عندك انت صوره واضحه ان احسن الفرق الافريقيه فعلا هي توصل. وبعدين رئيس الاتحاد الافريقي عمل تصريح قال لك احنا بعد كده لازم نشوف التصفيات تبقى على اساس ان الدول الكبيره زي الجزائر لازم توصل. معرفش ان هو ما يعرفش ان مصر من الدول الكبيره وهي اول دوله افريقيه راحت كاس العالم، كان تصريح غريب جدا الحقيقه يعني. هو عايز يغير النظام عشان الجزائر توصل، والجزائر كانت اتغلبت من مين؟ اتغلبت من الكاميرون اللي هي عندها احسن سجل في نهائيات كاس العالم. تصريح غير مدروس، تصريح غير مدروس يعني. طيب هو النسخه اللي جايه من المونديال 48 منتخب، ويقال انه الشكل هيبقى ان هي مجموعات، كل مجموعه ثلاث فرق، والناس بتنتقد ده من دلوقتي، ايه رايك في شكل النسخه المقبله؟ بيقولوا ان ده ممكن يقلل التنافسيه الحلوه اللي بنشوفها في دور المجموعات في النسخه الحاليه، ايه رايك في الشكل؟ وهل في شكل مقترح افضل للنسخه اللي جايه من المونديال بعد الوصول ل 48 منتخب؟ طبعا ال 48 منتخب ولو يتعمل 16 مجموعه، كل مجموعه ثلاثه، فيبقى في فرق هتروح يعني لمجرد السفر، يعني هتسافر دوبك ماتشين وتخرج، وبعدين طبعا لما يبقى مجموعه ثلاثيه بتبقى الفريق اللي يشاء حظه العسر انه يلعب يعني اول مباراتين ما يلعبش الثالثه، هيبقى مصيره متوقف على لازم يفوز بالمباراتين عشان يضمن التاهل، والا هيبقى مصيره متوقف على نتيجه المباراه الاخيره. فطبعا ده من الناحيه الرياضيه هيبقى هانديكاب كبير للبطوله. في دلوقتي اقتراح جديد، اعتقد ان الصحافه الانجليزي عايزه تعمله، ان هو هيبقى 12 مجموعة، وأربع فرق، وبعدين الأربع فرق يتأهل الأول والتاني وأحسن توالت، وترجع تاني تعمل دور ال 32، دور ال 32 على طول. دي الفكرة التانية، وأعتقد دي فكرة يعني أفضل، بس هيبقى فيها المدة هتطول بالطريقة دي. طيب بالعودة إلى أفريقيا من جديد، كيف تقيم عمل الاتحاد الأفريقي حاليا في إدارته الحالية؟ لا معلش، الاتحاد الأفريقي مش متابع قوي النشاط بتاع الاتحاد الأفريقي، فاحنا بنتكلم في كأس العالم يعني. ممكن نتكلم عن الماتشات اللي جاية، نتكلم عن الماتشات اللي جاية، عندنا ماتشات إنجلترا وفرنسا مثلا، يعني فرنسا والارجنتين وهولندا يبقوا
يعني اقوى المباريات عشان التاريخ، برغم انه حضرتك ممكن يبقى عنده. كنت مسؤول عن تنظيم مباراه هولندا والارجنتين سنه 98 بحسب ذاكرتي، يعني مظبوط؟ بالظبط، الارجنتين وهولندا كانت لعبوا في مارسيليا، وهولندا كسبت بجون دينيس بيرغام في الدقيقه 90. وبعدين وش رجله هولندا الخارجي كده. بالظبط، هولندا لعبت مع البرازيل والبرازيل كسبت بركلات الجزاء اعتقد. وصلت اهي. فالارجنتين وهولندا الحقيقه من الكلاسيكيات بتاعت كاس العالم، بيلعبوا بعض سنه 74. ايوه. كرويف، فريق كرويف كسب كان دوري المجموعات، لانه عملوا مجموعات مرتين، الدور الاول وبعدين الدور الثاني، كان مجموعات مجموعتين. وهولندا كسبت 4-0، كان من اقوى الماتشات يوهان كرويف. 78 طبعا عندنا كان عندنا النهائي، هولندا كانت قريبه جدا مظبوط. انه هم لعبوا 5 مرات في تاريخ كاس العالم مع بعض، فمواجهات معتاده، يعني كل فريق كسب 2 وتعادلوا مره، والارجنتين خدت كاس العالم زي ما بتقول حضرتك قدام هولندا في 78 78 و98 و2014 كمان. ايوه. انجلترا وفرنسا لعبوا مرتين بس. كان 66، كان فرنسا هي فريقها مش قوي، وانجلترا كسبت 2-0، وكسبت سنتها المره الوحيده كاس العالم. وبعدين في 82 كان في دوري المجموعات، انجلترا كسبت 3-1 برضه. ايوه. في كاس العالم يمكن في البطولات الثانيه فيها تنافس اكثر في كاس العالم. رغم ان سنه 82 انجلترا خمس فرنسا طلعت 80. التكتين المباشرتين. بين انجلترا وفرنسا. تفتكر مين هيكسب المواجهه بتاعت يوم السبت، فرنسا ولا انجلترا؟ فرنسا، يعني تربطني علاقات قويه بفرنسا، فضل يعني بشجع فرنسا. بس طبعا انجلترا، انجلترا المباراه اللي لعبتها الاخيره السنغال، ده الايقاع بتاعها كان اسهل. مباراه فرنسا فرنسا الشوط الاول كان ايقاع بطيء جدا، بطء الايقاع في بدايه المباراه، برغم ان فرنسا تقدر تبادل الهجمات في النص الثاني من الشوط الاول. لكن لولا يعني فرنسا تعتمد على مبابي اعتماد كبير جدا، وطبعا ان الصعب بنزيما مؤثره، رغم جيرو يعني بيأدي اداء رائع، اوليفييه جيرو دلوقتي. بس الصوت بدا يقطع شويه، فلو يعني في مشكله في ممكن نتحرك خطوتين ولا حاجه يا باشمهندس مصطفى. لكن مين هياخد كاس العالم من وجهه نظرك؟ كده الصوت بقى كويس. مين هيكسب كاس العالم توقعك قبل ما يعني نسال السؤال الاخير؟ كاس العالم شفناه، انت كنت بتتكلم على البرازيل. اول فرقه تلعب ال 26 القايمه كلها، اللعيبه والقايمه كلها، والحقيقه الاول يعني وارد قوه البرازيل. والبرازيل دايما يعني في كل الفرق هي المرشحه يعني. ايوه. وزي ما انت قلت ان كرواتيا يعني فريق متوسط حضاره تقريبا 31 سنه. استغرق النهارده كمان مع اليابان. ايوه. بطريقه الماتشات بتاعتها يعني هتوصل يعني مرتاحه البرازيل للسيمي فاين. طيب اخيرا اخبار الاهلي ايه؟ متابع اخبار الاهلي؟ متابع طبعا. المدرب الجديد نتمنى له التوفيق وماشي كويس، نتمنى طبعا ان النادي الاهلي يعني يحقق دوري السنه دي وبطوله افريقيا، ونتمنى كل الفرق المصريه بس النادي الاهلي يعني كلهم التوفيق باذن الله. الناس لغايه دلوقتي ما عرفتش كان ايه اللي حصل، استقالت شركه الكره وجاءت شركه كره باداره جديده، ولم يعرف احد السبب حتى الان. ما فيش اسباب. النادي الاهلي يعني اي حد بيبقى موجود في الموقف جاي يخدم النادي الاهلي، وان
ان شاء الله بنتمنى لهم كلهم التوفيق، وانهم الاهلي يعني يستعيد مكانته في ظل قياده تحت قياده مجلس الاداره، وشركه الكوره الجديده، شركه الكوره الجديده تستمر في المقدمات في شركه الكوره اللي احنا حاولنا نعمله، ان شاء الله يستمروا في يسيروا في هذا الاتجاه. هل في ظل متابعه حضرتك لموقف الاهلي حاليا، بيطبق الاهلي ما وضعته من استراتيجيه شركه الكره السابقه اللي كنت حضرتك نائبا لرئيسها؟ لا يعني مش عايز اخش في التفاصيل، بس يعني النادي الاهلي دايما يعني ما بتحطش على اشخاص بتيجي وبتمشي، انما الانتماء والحب للنادي الاهلي هو ده الأشخاص بتروح وتيجي، لكن الانتماء والحب للأهلي هو اللي بيبقى. دي يعني دي رسالة مهمة طبعا بكل تأكيد. إيه الرسالة اللي تحب تقولها لجمهور الأهلي باشمهندس مصطفى قبل الختام؟ جمهور الأهلي بتمنى بقى إنه يعود للمدرجات. كل شوية بشوف بسمع الماتشات، بتفرج على الماتشات والمذيع بيقول الجمهور وصوت الجمهور ونرحب بالجمهور، أبص ألاقي المدرجات فاضية، فمش عارف يعني هل أنا نظري ناقص للدرجات دي إن أنا مش شايف الجمهور. فالجمهور الأهلي أتمنى إن أنا أشوفه في المدرجات ويستمر في تشجيع الفريق، مساس بأي حد تاني، أي أشخاص وأي أي جماهير أخرى. بإذن الله. بشكرك جدا باشمهندس مصطفى مراد فهمي، كان وحشنا سماع صوتك، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله نراك قريبا بألف خير بإذن الله. مباراة